وبشأن ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس. سيد عماد، مرحبا بكم. لنبدأ من الوضع الميداني، الاحتلال الصهيوني فجر منزلا لأم أحد المعتقلين المتهمين بقتل جندي صهيوني، كيف راقبتم هذا الإجراء سيد عماد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سبق تفجير هذا المنزل لعائلة أبو حميد، تلك العائلة المجاهدة والأم الصابرة التي لديها 6 شباب معتقلين في السجون الإسرائيلية إلى جانب منفذ العملية البطولية. لكن هنا أنا أتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتي بدأت تتزايد في الضفة الغربية خلال عام 2018، وخاصة بعد التوغل الأمريكي في القرارات الفلسطينية وضد القضية الفلسطينية، أصبحت يعني فتحت شهية الإسرائيليين أكثر فأكثر في التوغل في القدس والضفة الغربية. على صعيد عدد المنازل التي تم هدمها في الضفة والقدس حتى هذه اللحظة منذ عام بداية هذا العام وحده، ما يقارب أو أكثر من 80 منزل. هناك عمليات اعتقالات مستمرة ضد صفوف المتظاهرين خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 100 أو 120 فلسطينيا تم اعتقالهم. يوجد استباحة يومية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، يعني سمعنا ما تحدث به نتنياهو قبل أيام عندما افتتح إحدى الشوارع الاستيطانية وقال بالجملة المفصلة: طالما أنا رئيس الوزراء لن يتم الانسحاب من هذه المستوطنات. يعني هناك توغل أو تغول من الاحتلال الإسرائيلي أو استئساد اتجاه الضفة الغربية واستباحة بشكل يومي وانتهاكات يومية، بات من القطعي على أن تقوم المقاومة الفلسطينية أو يقوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للاستنهاض أمام هذا الحراك الإسرائيلي، الذي للأسف يعني حتى هذه اللحظة لم نرى دور للسلطة الفلسطينية بشكل فعلي. طيب، سنأتي على هذا الموضوع، ولكن دعني أسألك هنا، يعني أنت كما ذكرت أستاذ عماد أن انتهاكات يومية تمارس من قبل قوات الاحتلال الصهيونية، لكن هل ترى أن السياسة التي تتبعها الاحتلال يمكن أن تثني المقاومة عن الدور الذي تلعبه لاسترداد الحقوق المنهوبة؟ يعني شوف، طالما يعني يوجد لدينا اتفاق أوسلو للأسف، ويوجد لدينا التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. يعني أنا أجزم يعني بشكل قطعي بأن حديث السلطة عن وقف التنسيق الأمني هذا كذب تماما، وهذا ما تحدثت عليه فيه الصحف الإسرائيلية هذا صباح هذا اليوم عندما قالوا بأن أمن السلطة في عندما تغيب دوريات الاحتلال يخرجون بزياتهم العسكرية، وعندما يريد قوات الاحتلال دخول المدينة يشلحون بزاتهم العسكرية ويختفون. هذا هو الدور الذي تقوم به أمن السلطة في الضفة الغربية. كما تحدثت لك بأن منذ بداية عام 2018 أو حتى الأعوام الماضية يوجد هناك استئساد من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اعتقالات يومية، البحث عن خلايا للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية سواء التنظيمات المعروفة لدينا حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو كتاب شهداء الأقصى يحاولون بشكل مستمر استنهاض الضفة الغربية، إنبات بذرة المقاومة الفلسطينية من جديد، إلا أن للأسف التنسيق الأمني حائل أمام هذا الأمر، بالإضافة لاستباحة الاحتلال للضفة الغربية بشكل يومي يعني يضعف ذلك الخيار. لكن أنا أود أن يعني أنوه إلى نقطة معينة. نعم. إن الفلسطينيون في 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 الضفة الغربية بدأوا يشعرون بالإهانة بشكل أكبر من تلك الممارسات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك وجدنا العديد من المبادرات الفردية من الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، منها ما قام به أحد الشبان الفلسطينيين أمس عندما قام دخل إحدى المستوطنات وقام بطعن جندي وخرج. يعني هذه الحالات الفردية الشبابية بدأت تستنهض من أول وجديد. الاحتلال يتشكل يوم طيب من طيب الحراك الشعب الفلسطيني. سيد عماد، هناك من يعني يتهم المقاومة بأنها تعرقل وتعوق عملية السلام، لماذا لا نلاحظ دورا للمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية في دعم المقاومة؟
نعم، أين هي عملية السلام؟ عملية المفاوضات ما بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية كان آخرها كان في عام 2014، كانت محاولة من في عهد رئيس الأمريكي أوباما من خلال جون كيري، لكن ما بعد ذلك التاريخ لا يوجد بوادر عملية سلام أو ما يسمى بعملية السلام. حتى عملية التسوية الاحتلال الإسرائيلي على واقع هذه الأرض، يوجد تهويد بشكل مستمر من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المستوطنات زادت بشكل كبير خلال عملية السلام. الاستباحة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية زادت بشكل أكبر خلال ما يسمى عملية السلام. المجتمع الدولي للأسف يعني نحن أمام غابة من القوانين. نعم، في المجتمع الدولي للأسف من يتحكم فيها هي الدول الكبرى، ومن يقف خلف هذا المجتمع الدولي أو قوانينه هي الولايات المتحدة التي تقف دائما وبشكل مستمر مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك يعني يوجد في 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 الأمم المتحدة أكثر من 1000 قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الاستيطان، سواء على بناء الجدار، سواء على عمليات الاعتقال أو عمليات الانتهاكات في الضفة الغربية. نعم، إلا أنه للأسف ولا قرار تم تنفيذه حتى هذه اللحظة، والسبب وجود ذلك المجتمع الدولي الذي تحميه أمريكا وتحتمي به دولة الاحتلال الإسرائيلي. من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس، شكرا جزيلا لكم.